ضحايا الهجوم بالسيارتين المفخختين في محافظة كركوك اليوم إلى 8 قتلى و13 جريحا، من بينهم نساء وأطفال كما أفادت به المصادر الطبية في مستشفى كركوك العام. هذا وصرح مصدر أمني بأن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مقهى المجيدية في ساحة وقوف السيارات على مقربة من مستشفى كركوك العام، تبعها تفجير سيارة أخرى قرب ورش لتصليح السيارات عند الجسر الذي يبعد قرابة 500 متر عن موقع التفجير الأول. هذا وقد اتخذت قيادة شرطة كركوك إجراءات أمنية مشددة تحسبا لوقوع هجمات جديدة في كركوك. تقرير سوران داودي. 8 قتلى و13 جريحا بتفجير سيارتين مفخختين، الأولى بالقرب من مقهى المجهدية، فيما استهدفت الثانية ساحة لوقوف سيارات نقل الركاب إلى ناحية تازة التركمانية. انفجار عدد 2 في شارع كورنيش على جراج واحد بهم على جراج الطازة وصناعة، وثانيا أمام غازينو مجيدية مقابل مدير الشتاء القديم. والحمد لله ما في مدير الشرطة القديم ماكو خسائر، بس هذا الحادث به بشائر. مواطنون تحدثوا عن السيارة التي انفجرت في ساحة السيارات موجهين أصابع الاتهام إلى الجماعات المسلحة، معتبرين أن أسبابا طائفية تقف وراء التفجير. والله السيارة جاي موقف بالقرات مع وقوف السيارة، جاي نشتغل هنا وتقت، وبس خطية جماعة تازة كلها راح بها السواق والنفرات نسوان زهاد. مشيت كان طقت السياره، جيت اركض شفت مره خطايا صغير بنيه ابو الاحمر الحين وديناها على المستشفى، ورجعنا النوبه مره مشينا خطايا وديناها على المستشفى. والله لما الله ما يقبل، واحد بالسياره اثنين واحد لي غاز ذبه بالخاص كذي غاز، واحد نونه منه ابو الشاي من موت، والله العظيم الشاي اعرفه زين. تازا كلهم تدري كلهم شيعه، هم تركمان شيعه هم كلهم من هنا، والقرازم سياره مفخه جاي من هذا القراز صعب عليهم من الصفحه، يعني لان هم ما يقدرون يدخلون بالباب، هم ضابطينه فداخل من الصفحه عليهم من قراز هذا اللي يوقف سيارات مال وقوف سيارات. سن الشيعه احنا هناك كركوك ما بيطافي، لو يموتون نفسهم ايش قد ما يسوون احنا ما بطافي. جرح التفجير تفاجؤوا حينما وجدوا انفسهم داخل المستشفى بعد ان كانوا ينتظرون انطلاق الباص الذي يستقلونه. قاعدين سيارات قراش تهز، ما حسينا تمنى فرات حس ما حس، بس انفتح العين اشوف دخان شوي، نزلت هربت من السياره شفت نار بها ورا فزت، صار انفجار بعد ما ندري السياره ابوها، صار انفجار صار بعد دخان ما عرفنا يا ذاك وقع هذا وقع ما عرفت. مسؤولون أعلنوا أن كركوك تدفع ثمن التصريحات النارية لبعض السياسيين واصفين المدينة بالضلع الضعيف. نحن في محافظة كركوك أينما يحدث تفجير وتصريح سياسي ناري أو تصادم بين داعش والإرهاب والجيش يبحثون عن الضلع الضعيف كي يكسرونها ويخترقونها، وكركوك مدينة كركوك من أحد الأضلاع الضعيفة الذي يخترقونها بسهولة. ولذلك نحن ما يجري في كل العراق في بغداد والرمادي ونينوى وصلاح الدين نحن ندفع الثمن في محافظة كركوك من دماء أبنائنا ونسائنا مع الأسف الشديد. وأكد مصدر في شرطة كركوك إن من بين القتلى نساء وأطفالا. يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها هذه الساحة. سوران الداودي، الحرة، كركوك.